مباراة المنتخب المغربي أمام زامبيا. هنيئا فوز المنتخب المغربي على زامبيا 2-1. ألف 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 مبروك المغاربة كاملين من طنجة إلى الهوري العزيزي. نهاية ديال المباراة المنتخب المغربي هالنتيجة 2-1. إوا كما كتشوفوا الملعب بدا كيخوى، بدا مبروك علينا. المباراة ما كانت سهلة، كانت المباراة صعبة جدا جدا خاصة أمام زامبيا. إذا راكم عارفين فريق زامبي ماشي سهل، ديجا فاز بأمم إفريقيا، وفي نفس الوقت المباراة ما كانت سهلة على المنتخب المغربي واخا لعب في الملعب ديالو وأمام الجماهير ديالو. إذا كتسمى هذه المباراة صعبة جدا على المنتخب المغربي. إذا 2-1 النتيجة مهمة بزاف، ونتمنى نقدموا لكم ما أفضل إن شاء الله بحول الله. إذا كما شفتوا الفيديو من البداية حتى النهاية، كنتمنى لكم المنتخب المغربي أفضل من الأفضل إن شاء الله. هي غادرات الماتش كان رائع جدا، استمتعنا جماهير خاص بيسوس خصوصا جماهير حسن أكادير من الجمعية ديك البلاصة، وفي نفس الوقت كانت المباراة رائعة جدا استمتعنا، وفي نفس الوقت بحال المباراة ديال التصفيات وكأس العالم كتكون صعبة جدا. المهم هو ثلاثة النقط. إذا اللاعبين غادروا إلى أمام الجماهير كيصفقوا عليهم وكيرفعوا لهم قبعة على حسب التشجيعات ديالهم. أتمنى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والموعد ديالنا مباراة جديدة إن شاء الله بحول الله. الكونغو الديمقراطي أمام المنتخب المغربي يوم الثلاثاء إن شاء الله نكون معكم من جديد.